حبدا اسوي معاكم البيتفور، الهش الرهيب اللي ما في حدا ما بيحبه. البيتفور قريب من الغريبه، نفس التكنيك. حنخفق الزبده 300 جرام وزنتها مع حبتين بيض ومعلقه صغيره فانيليا، مع كوب نص سكر، وراح نخفقهم لحد ما نحصل على مزيج كريمي ابيض. طبعا عندي الزبده بتكون هي وباقي المكونات في درجه حراره الغرفه. راح نحصل على هذا القوام لانه الزبده عندي اكثر في البيتي فور، فهذا القوام اللي راح نحصل عليه. طبعا مقاديركم في درجه حراره الغرفه، والسكر يكون مطحون جاهز. عندي هنا رشه ملح راح احطها على الطحين، عندي ربع معلقه صغيره كربونات بيكنج باودر، عفوا معلش، استخدموا الاكواب والمعالق المعياريه في كل وصفاتكم عشان تزبط معاكم. وراح نقلب بنفس الطريقه من فوق لتحت للنص، وما نطول بالخلط علشان ما يتفكر الجلوتين. هذا القوام طبعا بيكون البيتي فور قوامه كريمي. شلت هنا تلت الكميه وراح احط عليها الكاكاو ونخلطها. والافضل دائما دائما تعملوا بيتي فور الكاكاو لحال وبيتي فور الفانيليا لحال. ليش؟ لانه المفروض انه هنا نشيل معلقتين طحين، يعني بدل كميه الطحين تحطوا كميه كاكاو، تخلطوا كل صنف لحال الافضل. لكن اليوم على السريع حنسوي كده عشان يضل معاكم طري وهش اللي بالشوكولاته. راح استخدم هذا القمع للتشكيل، وبتقدروا كمان تستخدموا قالب البيتي فور، بس هذا صراحه بالنسبه لي اسرع واسهل. راح نعمل هذا الشكل، وكمان حنعمل هذا الشكل الطويل كده. راح اكمل وارجع لكم. بعد ما خلصت التشكيل وخلينا الحبات يبعد عن بعض، راح نخبزه في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، من تحت اول بعدين من فوق. ما راح ياخذ وقت، يعني ممكن ياخذ من 10 ل 12 دقيقة حسب فرنك، ممكن اقل ممكن اكتر، ومن فوق بس دقيقة واحدة وخلص صينية بالنص. وكده عندي البيتي فور بعد ما طلعته من الفرن، راح اتركه يبرد بعدين راح نحشيه. ورجعنا لكم بعد الصلاة نكمل وصفتنا. راح احشي البيتي فور بالمربى، وهنا عندي شوكولاتة بيضة وسودة وفستق حلبي وسكاكر، وحنزينه. الحبات الصغار راح احشيهم، الحبات الكبار بس راح احط عليهم شوكولاتة وسكاكر. لا تحشو الأشياء التانية، ممكن يمتصها البيتي فور وتفك الحبات، بس المربى أروع صراحة وألذ. كمان في عندي راح أذوب الشوكولاتة البيضة والسودة بالميكرويف لمدة 15 ثانية، حنطلع إذا ما دابت ممكن نرجعها، بس ما تطولوا عليها لأنه بتنحرق الشوكولاتة. حناخد البيتي فور اللي بالشوكولاتة نحطه كده بالشوكولاتة البيضة، راح نحط له شوية من هاي السكاكر، شايفين؟ حنحطه هنا على ورق الزبدة ونكمل. وحناخد الأبيض بنفس الطريقة، حنحطه بالشوكولاتة بالحليب، وحنحط له سكاكر، وممكن تحطه فستق حلبي زي ما تحبوا. حابين سكاكر حابين فستق حلبي زي ما تحبوا، اختيار التزيين حسب الرغبة. راح اكمل وارجع لكم.